يعني انت لما انسان وتسمع بانك من التراب والى التراب شويه هذا يخفف من غلوائك، يعني يخفف من الكبرياء. مو اكو بعض الناس في واقع الامر يعني يوشك ان يقول اعبدوني، اذا مشى يتخلج في مشيته تخلجا لا حدود له، نبه لي. ولذلك القران الكريم على لسان لقمان يقول الابن واقصد في مشيك، اعتدل، امشي مشي معقول. الله عز وجل لما خلقك خلقك وانت كائن ضعيف، عليه من هالتبختر، عليه من هالشعور بالعظمه. انت لابد وان تنتهي في يوم من الايام الى ان تفجع على هذا الثرى. اقصد في مشيك. اذا في واقع الامر لما يعرف الانسان ان من اديم التراب والى التراب، طبعا هذا ينعكس على سلوكه، يشعر بلون من التواضع، يوخر منه غروره، لان هذا احيانا قد يصل به الغرور الى درجه، يفقد بها التوازن. اكو بعض الناس يفقد توازنه من غروره، لكن اذا عرف ان من التراب والى التراب. يقول له سليمان بن عبد الملك، كان جميل الصوره، لابس رداء جيد وافرغ على جسمه شيء من القلائد وطلع تعطر وتطيب، ووقف لقته جاريه من جواريه، قال لها ما احسن الدنيا لولا الموت. قالت له انما حليت الدنيا بالموت، هي انما صارت حلوه بالموت، لان اللي قبلك مات وطاك مكانه، والا اللي قبلك لو ضال انت وين الان؟ ماكو شيء. وانت ايضا بنفس الطريقه مكانك راح تبطي الى غيرك. ثم قالت له انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير ان لا بقاء للانسان.